ينضم الينا من العاصمه السعوديه الرياض عبر سكايب سعد عبد الله الحامد الكاتب والمحلل السياسي. استاذ سعد اهلا وسهلا بحضرتك، ما الذي تريده المملكه العربيه السعوديه من هذه الزياره، زياره وزير الخارجيه لاوكرانيا؟ مساء الخير واشكركم على الاستضافه. طبعا هذه يعني زياره وزير الخارجيه السعودي الان الى اوكرانيا تاتي زيارته يعني استمرارا لجهود المملكه الداعمه لي إيجاد حل سلمي لهذا النزاع أو الصراع طبعا بالحوار البناء وفق إطار القانون الدولي وما يحترم سيادة الدول ويتوافق وبنود ميثاق الأمم المتحدة طبعا والمواثيق والأعراف الدولية، وهو شيء حرصت عليه المملكة العربية السعودية منذ بداية هذا الصراع. أيضا هذه الزيارة تهدف لتطوير التعاون بين البلدين، ورأينا أن تم توقيع اتفاقية للمشتقات النفطية وبرنامج مشترك للعمل الإنساني، إضافة إلى أن الخطر الإيراني وما يمثله من خلال المسيرات التي رأيناها بأنها تشارك في الحرب ضد أوكرانيا جانب مهم وهو هاجس مشترك بين البلدين، وخصوصا أن أيضا إيران تدعم الحوثيين في حرب اليمن بمثل بهذه المسيرات. لكن أستاذ سعد، هو اللافت أيضا أن المملكة العربية السعودية في هذا الصراع موقفها فيه قدر كبير من المرونة وبين قوسين الدفء مع موسكو، لكنها في ذات الوقت أيضا تقول أن لديها شواغل مع كييف. كيف يمكن للمملكة العربية السعودية أن تحافظ على هذا التوازن أو أن تستثمر هذا التوازن بين الدولتين؟ المملكة العربية السعودية في هذا النزاع انتهجت الحياد، ورأينا ذلك جليا وواضحا من خلال أيضا يعني الضغوطات الكثيرة التي يعني كانت يعني تحاول من خلالها مثلا الولايات المتحدة التدخل في يعني منظمة الأوبك وقرارات منظمة الأوبك على سبيل المثال، برغم رغبة المملكة باستقرار أسعار النفط وأن نظرتها شمولية أكثر، وبالتالي هي لا تتدخل في هذا النزاع، إضافة إلى أنها لا تنحاز إلى طرف من هذه الأطراف، وخصوصا بأن هذا النزاع هو يعني نزاع يعني بين قوى عظمى بين الولايات المتحدة، وصراع له جذور وله تبعات يعني سابقة بين قوى كبرى، وبالتالي ليس من مصلحة المملكة العربية السعودية أن تكون إلى جوار دولة على حساب الأخرى، ورأينا أيضا دول الخليج انتهجت نفس النهج في هذا الصراع، وبالتالي فإن المملكة تحاول بذلك أن توازن يعني مصالحها من خلال هذا الحياد. رأينا بأنها الآن تقدم مساعدات، وقدمت سابقا لأوكرانيا مساعدات للاجئين الأوكران لمساعدتهم، وقدم مركز الملك سلمان 10 ملايين دولار. أيضا الآن هذه الزيارة زيارة وزير الخارجية، أيضا قامت المملكة ب يعني محاولة تخفيف العبء عن الشعب الأوكراني من خلال ما قدمته من مساعدات يعني أستاذ سعد، هل تملك الرياض رؤية حول ما يمكن أن يوصف بصيغة أو مبادرة سلام بين روسيا وأوكرانيا؟ وكان هناك جهد مقدم لكن على الأقل كان على مستوى تبادل الأسرى وبعض المسائل الإغاثية والإنسانية، هل لدى الرياض رؤية متكاملة مرتبطة بحل سياسي؟ هي المملكة العربية السعودية وعلى لسان سمو ولي العهد الأمير محمد يعني عرضت أن يكون هنالك وساطات في هذا الصراع الذي يهدد العالم ككل، يعني يعني النتائج وسلبيات هذا الصراع لا تختص ب يعني أوكرانيا وأوروبا وغيرها من دول، وإنما أيضا تبعاتها ترتد أيضا إلى دولنا العربية، وهذا واضح من خلال يعني مشكلات تصدير الحبوب، ورأينا المملكة العربية السعودية كانت من الداعمين لاتفاقية الحبوب التي تم توقيعها بين أوكرانيا وتركيا وروسيا برعاية أممية، إضافة لأن المملكة كما يعني أشرت حضرتك إلى أنها أيضا سابقا دعمت موضوع الأسرى من خلال تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، ولا زالت تشدد على أن يكون هنالك حلا سلميا وفق إطار ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة لهذا الصراع، وأيضا أن يكون الحل يعني لا يخل بسيادة إحدى الدول، وبالتالي فإن جميع الدول وليس المملكة العربية السعودية تحاول أن توجد مبادرات توجد حلولا لهذا الصراع، ولا زال التعنت يعني هو سيد الموقف الآن بالنسبة لأطراف الصراع، يعني لأن كل طرف يرى بأن هنالك يعني جوانب يحاول ان يحققها من خلال هذا الصراع، يعني ورأينا كيف ان كيف ان روسيا في بدايه هذا الصراع يعني كانت استطاعت ان تحقق تقدما عسكريا، ثم الان نرى
بالدعم يعني واشنطن ودول أوروبا، كيف أن الواقع على الأرض بدأ يتغير أكثر لصالح أوكرانيا. وعودا على المملكة العربية السعودية، يعني المملكة العربية السعودية كما أشرت هي داعم للسلام، لا يعني دوما محايدة في مثل هذه الصراعات التي لن تعود، يعني إذا انحازت المملكة إلى أي طرف من هذه الأطراف لن يعود هذا بشكل إيجابي على المملكة العربية السعودية. نعم. طيب أخيرا أستاذ سعد، تقول أن المملكة العربية السعودية تدعم وحدة أوكرانيا وسيادتها على أراضيها، وهذا ترسيخ لمفاهيم القانون الدولي في هذا الإطار، لكن يفترض أيضا أن المملكة تفهما للموقف الروسي القائم على ضرورة احترام الشواغل الأمنية لدى روسيا على مدار سنوات، كيف يمكن للمملكة أن تحافظ على هذين البعدين اللذين من وجهة نظر كلتا الدولتين يبدوان على درجة من التناقض؟ أخي العزيز، لا يعني العديد من الدول الآن تراعي مصالحها. المملكة العربية السعودية لا يعني أن يعني أن يكون هنالك مشكلة بين مثلا الولايات المتحدة وروسيا أن تكون ضد مثلا الولايات المتحدة أو ضد روسيا. كل دولة لها حق في أن تدافع عن مصالحها، أن تراعي مصالحها، أن توجد علاقات بناءة مع يعني أي دولة أيا كانت هذه الدولة، ولا يكون ذلك على حساب دولة أخرى. والمملكة متوازنة في علاقاتها، ورأينا بأنها سابقا كانت تدعم استقرار النفط، والآن نرى أيضا مواقف وزير الخارجية أيضا يحاول من خلالها أيضا أن يتم تقديم دعم، تحاول الحكومة السعودية من خلال هذه الزيارة أن تقدم الدعم الكافي للشعب الأوكراني، إضافة إلى أن تبقى روسيا حليف للمملكة العربية السعودية وأيضا عضو في منظمة أوبك وداعم لي أيضا استقرار أسعار النفط، وهذا جانب مهم يعني ضمن صيغة أوبك بلس بالطبع التي تنخرط فيها روسيا إلى جانب الدول الأعضاء في هذه المنظمة. عبر سكايب الأستاذ سعد عبد الله حامد، الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة السعودية الرياض، أشكرك شكرا جزيلا.